صاحبة الضحكة الشقية والروح المرحة، متألقة دائما في جميع الأدوار التي قدمتها للسينما والدراما المصرية، قررت اعتزال التمثيل والفن نهائيا. إنها الفنانة حنان ترك. ولدت الفنانة حنان ترك في يوم 7 مارس عام 1975 في محافظة القاهرة، وكان والدها يعمل تاجر ولديه مصنع للملابس عرف باسم الترك للملابس، وهي الابنة الوسطى لأسرة مكونة من شقيقين هما حسين وحسام. التحقت بمعهد الباليه وعملت كراكس الباليه لفترة، ولكنها توقفت بعد ذلك لدخولها إلى عالم الفن والتمثيل. شاركت الفنانة حنان ترك وهي في عمر الخامسة عام 1980 في فيلم ناس تجنن للفنانة سناء يونس والفنان جورج سيدهم، كما شاركت في عدد من العروض وقدمت مسرحية ضحك ولعب ومزيكا عام 1991 مع النجم الكوميدي محمد هنيدي. كانت بداية حنان ترك من خلال مشاركتها في الأدوار الصغيرة حتى وصلت لأدوار البطولة، وكانت بداية انطلاقها في عالم التمثيل عندما اكتشفها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية مكبس، فرشحها لفيلم رغبة متوحشة عام 1992. قامت الفنانة حنان ترك بتقديم العديد من المسلسلات الدرامية خلال مشوارها الفني، ومنهم مسلسل طريق الأحلام، العرض حجلي، المال والبنون 2، الزيني بركات، الوتد، أيام الغربة، لن أعيش في جلباب أبي، نصف الربيع الآخر، أوبرا عايدة، أميرة فعبدين، سارة. وبعدما قررت حنان ترك ارتداء الحجاب قدمت مجموعة من المسلسلات مرتدية الحجاب مثل أولاد الشوارع وهانم بنت باشا، القطة العامية، نونة المأذونة، الأخت تريز. شاركت حنان ترك في أدوار مختلفة ومتنوعة في السينما المصرية، وقدمت مجموعة من الأفلام منها فيلم رغبة متوحشة، المهاجر، الغيبوبة، الآخر، وفي الحياة حب آخر، اتفرج يا سلام، جواز بقرار جمهوري، اسمع ليا رايح جاي، العاصفة، ديل السمكة، سهر الليالي، حرامية في تايلاند، حب البنات، أحلى الأوقات، الحياة في منتهى اللذة، دنيا، أحلام حقيقية، الآباء الصغار، كلام في الحب. وهناك أعمال فنية أخرى للفنانة حنان ترك، فلم تقتصر موهبتها على التلفزيون والسينما فقط، بل قدمت عدد من المسرحيات ومنها مسرحية سرحان والكنز، أولاد علي بابا والعصابة، الصنيورة والثلاث ورقات، لأ بلاش كده، ترائعه. كما قدمت أداء صوتي في مسلسلات إذاعية مثل اطلبيني من بابا، حواديت حصاوي، الحوت والكتكوت. ولم يقف الأداء الصوتي لحنان ترك عند هذا الحد فقط، حيث قامت بالمشاركة في أفلام الرسوم المتحركة للأطفال بصوتها المميز وأدائها الرائع، ومن أعمالها بسنت ودياستي، قصص الحيوان في القرآن، بكار، شركة المرعبين المحدودة، كليم الله. تزوجت الفنانة حنان ترك 5 مرات، ولكن لم يكن لها نصيب في زيجتها، حيث كانت أول زيجة من رجل الأعمال أيمن السويدي، وبعدما عقد القران توفى والدها وحدث بينهما خلافات أدت للانفصال بعد شهر زواج فقط. والزيجة الثانية كانت من رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهم عن ولدين هما يوسف وآدم، ولكن لم يدم الزواج حتى تم الانفصال نتيجة خلافات بينهم بسبب أمور دينية. الزيجة الثالثة لم تدم طويلا وكانت من المخرج هادي الباجوري. أما الزيجة الرابعة فكانت أكثر زيجتها غموضا، وكانت من دكتور يدعى محمد يحيى، وأشارت بعض التقارير أنه ليس طبيب وإنما هو رجل أعمال سعودي. وقد أعلنت حنان ترك عن زيجتها الرابعة بعدما أنجبت ابنها محمد. أما عن الزيجة الخامسة والأخيرة في حياة حنان ترك فكانت من محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وتم تزيجه في السر
وأخفتها حنان ترك عن الأعين لمدة عام ونصف، وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما منى ومريم، وتستمر هذه الزيجة حتى الآن. عندما توفى الفنان علاء ولي الدين عام 2003، حدثت صدمة للفنانة حنان ترك وصراع داخلي لها استمر معها لفترة طويلة، وكانت تفكر دائما كيف كان معهم وفي لحظة غاب عنهم، وأدركت أنها من الممكن أن تقابل الله في أي لحظة، واستمر هذا الصراع إلى أن توصلت لارتداء الحجاب في عام 2006، ولكنها لم تعلن اعتزالها الفن حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية وهي مرتدية الحجاب. ولكن لم يكن هذا طويلا، حيث أنه في شهر أغسطس من عام 2012 قررت حنان ترك اعتزال الفن، مشيرة إلى أنها كانت تعيش في صراع ونزاع داخلي لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تريد مراضاة الله. وبالفعل اعتزلت حنان ترك الفن بشكل نهائي لا رجع فيه. ولكن الغريب أنه في رمضان من عام 2018 فوجئ جمهور حنان ترك بعودتها بمسلسل كرتوني إذاعي باسم صدقة رسول الله، وعندما سئلت حنان عنه قالت: أنا أخذت قرار باعتزال التمثيل وليس الفن، ولم أقل اعتزلت الكرتون.